لما انقسى قلبي وضاقت حيلتي ولما قسى قلبي وضاقت حيلتي جعلت رجائي جعلت رجائي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعظمني ذنبي تعظمني ذنبي تعظمني ذنبي فلم قرنته فلما قرنته بعفوك كان عفوك أوسع يا سامعا و بكل حالي ويا مجيبا سائلين سؤل السؤال عني أغير ما بنفسي عسى يغير فضلك حالي عني أغير ما بنفسي عسى يغير فضلك حالي فلا قوة إلا بحولك فلا قوة إلا بحولك ألطف بحولك وارحم حالي يا سامعا وعالما بكل حالي ويا مجيب السائلين سؤل السؤال إلى ظلك روحي تهفو إلى ظلك روحي تهفو فاصفح عن زلاتي وعفو فالحياة برضاك تصفو فالحياة برضاك تصفو من كل خوف في مآلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حبيبك وصفوتك من خلقك سيد الكائنات، اللهم صل على حبيبك وصفوتك من خلقك فخر الموجودات، اللهم صل على سيدنا محمد الطاهر الزكي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي، اللهم صل على سيدنا محمد سبب معرفة خلقك بك، اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إليك، اللهم صل على سيدنا محمد نور معرفتك، اللهم صل على سيدنا محمد كنز عنايتك،
اللهم صل على سيدنا محمد شمس هدايتك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا يا رب، نعم المولى ونعم النصير، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي توسل به آدم إليك فغفرت ذنبه. يا رب صل على سيدنا محمد الذي أسجدت الملائكة لنوره وهو في صلب آدم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جعلت اسمه قرين اسمك على قوائم العرش. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح رحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة خلقك إليك. اللهم صل على سيدنا محمد شفيع المذنبين عندك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، واجعل لنا ببركة الصلاة على سيدنا محمد نورا في قلوبنا ونورا يسبق أجسادنا وأرواحنا إلى قبورنا. اللهم صل على سيدنا محمد واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وادفع عنا شر من أرادنا بسوء. اللهم صل على سيدنا محمد واجمع شملنا على ما يرضيك عنا. اللهم صل على سيدنا محمد ووفقنا لمحابك من الأقوال والأعمال. اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا من أهل كمال التوفيق، وامددنا بمدد العناية ولاحظنا بعين الرعاية. اللهم امددنا بمدد العناية وراحظنا بعين الرعاية. اللهم امددنا بمدد العناية ولاحظنا بعين الرعاية، وكن لنا ناصرا على من أراد بنا سوء. اللهم إنا فقراء فأغننا، وإنا ضعفاء فقونا، وإنا جهلاء فعلمنا. اللهم يا رب يا الله، أنت ربنا ورب المستضعفين يا رب، ونحن فقراء مستضعفين يا رب، نحن فقراء مستضعفين. أنت أعلم بما أصابنا، وأعلم بمن كاد لنا، وأعلم بمن افترى علينا. يا رب إنهم مكروا بنا فامكر لنا. اللهم إنهم مكروا بنا فامكر لنا، ونفوض أمورنا إلى الله. إن الله بصير بالعباد. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك يا رب إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت ربنا وأنت رب العالمين. يا رب إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا؟ إلى قريب يتجهمنا؟ أم إلى عدو بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا يا رب فلا نبالي. يا رب إن كنا مرضيين عندك لا نبالي، إن كنا محبوبين عندك فلا نبالي. اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، إن كنا مرضيين عندك فلا نبالي، إن كنا محبوبين عندك فلا نبالي. إن كنت قد كتبتنا عندك يا رب في أسماء المحبوبين فلا نبالي بشيء من أمر الدنيا. اللهم غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، نعوذ يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن نذل أو نذل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. ولك العتبى حتى ترضى يا رب، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب.
اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تجعل بين يدي سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد كفتارو نورا وسرورا ورضا ورضوانا من ساعتنا هذه إلى يوم القيامة. اللهم جزه عنا خير الجزاء، اللهم جزه عنا خير الجزاء، واجعلنا أوفياء لمنهجه ومسيرته ما بقينا في هذه الحياة، واجمعنا به على حوض النبي المصطفى، آمنين مطمئنين، فرحين مستبشرين، نحن وآباؤنا وأهلينا وأحبابنا وكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك. يا رب، من نظر إلينا نظرة حب فيك، ومن نظرنا إليه نظرة حب فيك، ومن رضينا خليلا في الله، ومن رضيناه خليلا في الله، اللهم يا رب فاغفر له وارحمه وآته سؤله على الوجه الذي يرضيك. يا رب، إن من عبادك من نظر بإحسان إلى هذا المجمع وإلى إخوان شيخه، ومن أصلح فيه، ومن أنفق فيه، ومن كان أمينا على منهجه. اللهم يا رب، اللهم من كان من هؤلاء فأكرمه، ومن كان من هؤلاء فارفع قدره، ومن كان من هؤلاء فادفع السوء عنه. اللهم تولنا جميعا بعنايتك، تولنا جميعا بعنايتك، وأهلينا وذرارينا وأوطاننا، وادفع السوء عنا وعن بلادنا وعن أهلينا وعن أحبابنا، ووسع علينا جميعا في أرزاقنا، واكفنا ذل الحاجة لأحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من ذل الحاجة، نعوذ بك من ذل الرجال، نعوذ بك من قهر الرجال، نعوذ بك من مكر الرجال، نعوذ بك يا مولانا من كيد من أرادنا بكيد. اللهم يا رب، يا الله، يا الله، يا الله، اجعلنا في عين عنايتك، اجعلنا في عين رعايتك، اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم أجري الخير على أيدينا، واستعملنا في خدمة دينك، واجعلنا ممن نصر هذا الدين، واجعلنا ممن أعززت به هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن نصر هذا الدين، واجعلنا ممن جعلت على يديه عز هذا الدين. نسألك يا رب فرجا عاجلا عن بلادنا، نسألك يا ربي فرجا عاجلا عن بلادنا، تحقن يا مولانا به الدماء، وتصون به الأعراض، وتجمع الشمل، وتعود بنا جميعا إلى ما يرضيك عنا. ارفع ما بيننا مما بيننا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارفع ما بيننا مما بيننا، وانصرنا على أعدائنا. يا رب، إنما أصابنا لم يكن ليصيبنا إلا بذنوبنا، وإلا بغفلتنا، وإلا بتقصيرنا، وإنها فتنة يا رب، إنها فتنة ما جعلتها تصيب الذين ظلموا خاصة. نسألك يا رب عفوا عنا فإنا فقراء، ونسألك عفوا عنا فإنا ضعفاء، ونسألك يا رب عفوا عنا فإنا تائبون آيبون. يا رب إنا تائبون آيبون، يا رب إنا تائبون آيبون، مستغفرون لذنوبنا. اللهم يا رب، نعوذ بك أن نستغفر من ذنوبنا ثم لا تغفر لنا. نعوذ بك يا رب أن نأتي إلى بابك نسألك ونرجوك ثم لا تقضى حوائجنا. نعوذ بك أن نستنصر بك يا رب ثم لا نكون نحن الرابحين، ونحن الذين أعززت بهم الدين. اللهم إنا نستنصر بك ونسألك من واسع فضلك. اللهم اغفر لنا، واغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأرحامنا، واغفر لإخواننا، واجعل يا رب، اجعل يا رب يا مولانا بين يدي من سبق إلى رحمتك منهم في ساعتنا هذه نورا وسرورا وخيرا ورضا ورضوانا إلى يوم القيامة. وانظر لنا في هذه الليلة من ليالي رمضان يا رب، انظر لنا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا، انظر لنا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعل هذا المجمع عامرا بالذاكرين. اللهم اجعله عامرا بالذاكرين بفضلك ومنك ورحمتك يا مولانا.
اللهم تقبل منا واقبلنا واقض حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا بسر الصلاة على حبيبك سيدنا محمد وبأسرار سورة الفاتحة.